معكم دكتورة إيمان غلادي، عضو بالجمعية المواطنة لتضامن وتنمية. بالنسبة للقافلة ديال اليوم اللي كنضموها في هاد الدوار، الحمد لله الأمور غادية بسلاسة، الفلو ديال الناس الحمد لله غادي مزيان، الأمور منظمة لحد الآن. تقريبا نقربوا لشي 250 300 مريض شفناهم هاد الصباح. تقريبا كانوا الناس الكبار في السن ما بين 50 70 عام هما اللي توافدوا بزاف على الفحص الطبي. الأمراض الأغلبية ديالها كانت ارتفاع الضغط الدموي، مرض السكري، ممكن بحكم الطبيعة ديال المأكولات اللي كياكلوا هنايا. سينو الأمراض ديال الروماتيزم بزاف بحكم المنطقة الجبلية كاين البرودة بزاف، الأمراض ديال المعدة، بعض الحالات ديال بعض التعفنات كانت هي حالة وحدة ديال انتفاخ الغدة الدرقية هي صفتناهم. المهم كنحاولوا ما أمكن الأدوية اللي عندنا متوفرة كنعطيوها للناس. الحالات اللي كيخصها استشارة طبية متخصصة ولا تدخل في جراحي ولا راديوات ولا هذا كنحاولوا نصيفطوهم لأقرب مستشفى بيريفيريك كاين تابعين ليه، سواء ديال تارودانت أو لا بعض الناس كيفضلوا أنهم يمشوا للدار البيضاء ولا لمراكش. وإن شاء الله نتمنى الأمور تبقى غادة بسلاسة وإن شاء الله كل شيء يدوز مزيان.